السلام عليكم. السلام عليكم. حنايا ما كنهضروا على حتى شي حاجه، حنا كنهضروا على الحق ديال ولادنا. ضاع 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 وحقنا حق ولادنا هما الاولانيين. اليتامى ديالنا حنايا ضاع، لا لا حوايج، لا عيد، لا لا ماكله، جمعية الله خير الله يخلف لها هي كتقدنا وتقدنا ولادنا. ما خلاش بين الوضوحة وقفونا هادشي هذا، ما عرفنا شي. انا مني ما جبناش ديالنا وحنايا مع العون والاغاثة 8 سنين ونص انا بعدا مشيت لعندو. دائما عمري ما كان عندي مشكل، انا تمني اول عام وهنا معاهم ما عرفناش هاد العام شني دخل شنو الشيطان دخل زعزعنا هادشي هذا وخلخلنا وحنا مراتي وقفوا الدواء وقفوا كل شيء ولا شيء محتاجين باقيين صغارين. يلا عندهم 7 سنين عام باقي المراه حامله ارمله الراجل ماتله، شكون اللي غيعين هاد المراه؟ شكون اللي غيعطيها ما تاكل هي ولاد؟ هادشي 9 شو انا جميع انا ما كنخدمش جميع عارفاني ما كنخدمش عندي عندنا كسيده جميع اللي كتصرف عليا والله ياخذ الحق ديالي الايتام الله ياخذ حقهم كيما طيحوا لهم الدمعه ديالهم ربي كبير الله يبارك في سيدنا الملك ديالنا الله يخلينا ويطولوا ربي في العمر الله ينصر الله ينصر الله ينصر الله يرجع حقنا اجي سلامة تدار سلامة تدار سلامة.